وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل السائل عن حديث الذي يقرأ القرآن هو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه يتتعتع فيه فله أجران، هل الماهر بالقرآن تشمل من يقرأ بالتجويد ويرتب الصوت الحسن؟ نعم، الماهر هذا هو المقصود بالمهارة بالقرآن. الماهر بالقرآن هو الذي يحسن تلاوة القرآن تجويدا وترتيلا وحفظا، لا شك في ذلك، وحفظا لا شك في ذلك، والله أعلم.